بقى ندخل على الفقرة التانية على طول، وهي فقرة كده نقاشية عن يمكن حالة بتنتاب الناس بشكل كبير جدا، وهي حالة الحزن اللي بتحصل لبعض الأشخاص بدون أسباب واضحة. يعني ممكن أنت تبقى مبسوط وعادي، مفيش أي حاجة مؤثرة عليك، وفجأة تلاقي مودك اتغير وحالتك النفسية بقت سيئة جدا، والناس تيجي تسألك مالك، تقول لهم أنا مش عارف مالي فعلا، وما عنديش أسباب واضحة للإحساس أو الشعور ده. وأكيد ممكن يكون بيعدي عليك وعلينا وعلى كل المحيطين بينا الحالة الشعورية دي. هل هي ليها أسباب؟ قد تكون إنه هي فعلا ليها أسباب هنقولها دلوقتي، وقد تكون إنه لأ، ممكن الشخص يكون حالته المزاجية متقلبة وإن دي طباعه الشخصية، وزي ما بيسموه كده اللي هو المود سوينجز، ما بين إن هو مرة يبقى كويس ومرة يبقى مش في أحسن حالاته. طبعا إحنا هنتكلم معاكم عن إنه الدراسات والأبحاث والطب النفسي حاول يدور على أسباب كتيرة جدا يا شريف، عن فكرة أنت إزاي ممكن تحس فجأة بالحزن من غير سبب. بالظبط. بصي، يعني يمكن احنا زي ما انت قلتي فعلا ان الدراسات ما قدرتش توصل لحاجه معينه، لكن قدرت توصل لاسباب يعني نقدر نقول بديهيه او قد تكون ان هي، ومن اولهم الكلمه الاشهر عامه كلمه الاكتئاب. بيقول لك مش شرط علشان تكون مصاب بالاكتئاب تبقى ماشي دايما عندك احساس بالحزن، لا خالص، انت ممكن يكون ما بتحسش بالموضوع ده خالص وفجاه كده تلاقي بيجي لك حزن غير مبرر، يعني او نقدر نقول كده، يعني عارف زي ايه اللي احنا بنقول ابس اند داونز، يعني من غير اي سبب، من غير اي حاجه، انت نازل مبسوط ركبت العربيه او المواصلات او اي حاجه، فجاه من غير اي موقف يحصل لك فجاه متضايق، بعدين شويه فجاه مبسوط. فمن هنا بيقدر يقول لك لا، ان هنا ده ممكن يكون من ضمن اعراض الاكتئاب. يعني احنا ممكن نكون عارفين ان واحد اللي هو الشعور بالحزن اللي هو من غير سبب، من غير يكون في اي حاجه. يمكن احنا متعودين دايما على الكلمه اللي هو ايه، اصل انا مكتئب هفضل قاعد حزين فتره طويله جدا بالايام. لا، ده هم غيروا الموضوع ده خالص، ان هو الاكتئاب مش معناه انك تفضل مستمر فتره كبيره جدا حاسس انك حزين. وطبعا ده يعني احساس ممكن يكون محبط، بيأثر عليك في عملك في حياتك على مدار يومك، لكن طبعا في الاول وفي الاخر برضه بيجي يحاول يقول لك ان هو دايما تفكر في الشيء الايجابي علشان تخرج من حاله الحزن اللي ممكن تكون ناتجة عن الاكتئاب. وعلى فكرة يعني عايزة أقول حاجة على كلامك يا شريف، إنه الاكتئاب مش شرط يكون إنسان بيشعر بالحزن طول الوقت، ممكن الاكتئاب يتحول لأشكال كتيرة جدا، منها إنه يتحول تعب جسدي، إنه شخص يبقى حاسس إن ظهره طول الوقت وجعه، أو عنده صداع مزمن، أو رجله وجعاه، مش قادر يعمل مجهود، ما عندوش طاقة، ما عندوش حيوية، ما عندوش شغف. فممكن الاكتئاب يترجم لأشكال كتيرة جدا، وبالتالي انت ممكن تحزن ومش عارف ايه السبب، بس ممكن عشان انت لا شعوريا مخنوق، فبالتالي جسمك تعبان، فأكيد هتبقى مش في أحسن حالاتك وهتحزن. ده أول سبب. تاني سبب قالوا أنه تقلبات المزاج السريعة، يعني زي ما كنت بتكلم على المود سوينجز، هو أنه فجأة شخص ممكن يبقى زعلان وكان قبليها بخمس دقايق مبسوط وعنده طاقة ونشاط وبيضحك مع الناس اللي حواليه. ويمكن ده بيسموهم الناس المصابة باضطراب ثنائي القطب، يعني من حالة حزينة جدا لحالة سعيدة جدا والعكس صحيح. ويمكن الحالة المزاجية دي بتبقى مصحوبة بردة سلوك مندفع، ردة فعل مش مفهومة، ممكن يبقى فيه إحساس متجدد بالطاقة، يعني أنت عندك نشاط وبعد ساعة بالظبط حاسس ان انت ما عندكش اي باور ان انت تقوم تشتغل او تعمل اي حاجه، بعديها بساعه تحس ان انت عايز تخرج وتتبسط وتاكل احسن اكل وتخرج في احسن مكان، وبعديها وانت قاعد في المكان تحس ان انت مخنوق ومش عايز تكمل وعايز تروح وتنفرد بنفسك. فهي دي تقلبات المزاج السريعه اللي بيتكلموا عليها، وقد تكون برضو سبب من اسباب الحزن. انا عجبني الطاقه الايجابيه انك بتقولي ساعه، يعني الواحد يقعد ساعة هي مبسوط آخرها والله وساعة. ساعة هي آخرها ساعة هي آخرها ساعة احنا سقف، احنا بنتكلم على السقف يعني يا جماعة. طيب، وبرضو في حاجة هي مهمة جدا يمكن كلنا بنقعد نتكلم فيها، خصوصا في يعني تغيير الفصول السنة. لو احنا بقى نتكلم عن الحزن الموسمي، ممكن يكون احنا دايما بنيجي نقول ده دخلت الشتاء، لا يا عم بص تحس ان في ريحه مدارس، دي اكتر كلمه ممكن احنا بنسمعها. كل واحد ممكن يكون كان عنده مشكله ايام الدراسه وهو صغير شويه، يبقى مرتبط بحته الحزن دي، ان هو
ده ريحه الشتاء، ده المطر، ده اي حاجه، فهو ده بقى اللي بيتكلموا عنه ان هو الحزن الموسمي، ان هو بيكون بسبب تغيير الفصول. زي مثلا الناس اللي بتحب الصيف اول ما بيجي الشتاء بيبتدي يحس بحاله صح. اكتئاب من غير اي سبب او حزن معين. وهو ده طبعا ده ثالث سبب احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم، ان هي طبعا الحزن الموسمي ده بيكون طبعا مصاحب وليه اعراض كبيره جدا مع الناس او كتيره جدا مع الناس، ان هو يكون حاسس ان هو في حاله حزن او ملل او خنقه من غير اي سبب او اي داعي، وده بيكون طبعا بسبب الحزن الموسمي ان هو تغيير الفصول طبعا بتاعه السنه. مظبوط. يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات، هما الاكتئاب، تقلبات المزاج السريعه، وكمان الحزن الموسمي. يمكن في بقى بعض النصائح